أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. الأولاد في الشرع عندنا يشمل الذكور والإناث. نعم. Bons enfants, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aux enfants, ça veut dire ça y englobe male avec female. القاسم أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم. Les grands enfants, Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est القاسم. الثاني إبراهيم. Deuxième, إبراهيم. والثالث عبد الله. Troisième, عبد الله. وعبد الله يقال له الطيب والطاهر. عبد الله الجليوسي الطيب والطاهر. نعم. وفاطمة رضي الله عنها. صفي فاطمة. وزينب. زينب. وأم كلثوم. أم كلثوم. ورقية. ورقية. سبعة. المجموع سبعة، ثلاثة ذكور وأربعة إناث. كل الأولاد هؤلاء ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة بنات وثلاثة ذكور. كلهم مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تقريبا. فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 mois.